بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان السحر. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على تعريف السحر، وسنعرف حكم السحر والساحر، وسنعرف خطر السحر والسحرة على الناس، وسنعرف علاقة السحر بالشرك، وسنعرف حكم إتيان السحرة والاتصال بهم، وسنعرف الواجب علينا اتجاه السحر والسحرة. أولاً، تعريف السحر. تعريفه لغة: ما خفي أمره ولطف سببه، وسمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار. أما تعريفه شرعا: عزائم وعقد ينفث فيها، ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات تؤثر على بدن المسحور وعقله، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره لا يكون إلا بإذن الله وتقديره. حكم السحر والساحر. السحر نوعان: أولا، وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، وهذا شرك. حكم مرتكب هذا النوع: يقتل ردة. ثانيا، سحر الشعوذة والدجل بما دون الشرك، ويكون بواسطة الأدوية والأخلاط والعزائم والتدخينات ونحوها ليؤثر بها على المسحور، وهذا فسق. حكم مرتكب هذا النوع: يعزر مرتكبه بما يكف شره ولو بقتله، ويتولى معاقبة مرتكب النوعين ولي الأمر أو من ينيبه. خطر السحر والسحرة على الناس. السحرة يعبثون بعقائد الناس، فهم يظهرون بمظهر الأطباء والمداوين للمرضى، فيأمرونهم بأمور شركية كالذبح لغير الله، فيطلبون منهم أن يذبحوا خروفا صفته كذا وكذا في مكان معين، أو أن يترك التسمية عليه أو نحو ذلك، أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية على هيئة حروز يعلقونها في رقابهم، أو يضعونها في صناديقهم أو في بيوتهم. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات، كمن يدخل في النار ولا تؤثر فيه بسبب ما يضعه على جلده من مواد تحميه من النار، أو يضرب نفسه بالسلاح، أو يضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر به، أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجري على أيدي هؤلاء للفتنة، أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها، بل هي حيلة خفية يتعاطونها أمام الأنظار كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصي. وقد تساهل بعض الناس في شأن السحر والساحر، وربما عدوا ذلك فنا من الفنون التي يفتخرون بها ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع، ويقيمون النوادي والمسابقات للسحرة ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين، وهذا من الجهل بالدين. علاقة السحر بالشرك. السحر داخل في الشرك من ناحيتين: الناحية الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه من طاعتهم، وصرف شيء من العبادة لهم ليقوموا بخدمة الساحر، فالسحر من تعليم الشياطين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الناحية الثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حكم إتيان السحرة والاتصال عليهم: يحرم إتيان السحرة سواء أكان ذلك لفعل السحر أم حله أي فكه، كما يحرم تعلم السحر وتعليمه والاطلاع على كتبه ورسائله، ويحرم الاتصال بالسحرة ومشاهدة أعمالهم عبر القنوات الفضائية أو الشبكات العنكبوتية أو غيرها. الواجب علينا اتجاه السحرة: أولا، الحذر من السحر بجميع أنواعه لخطورته على العقيدة والمجتمع. ثانيا، تجنب إتيان السحرة أو الاتصال بهم والحذر منهم. ثالثا، تحذير المسلمين من السحر والسحرة. رابعا، مناصحة من يذهب للسحرة. خامسا، عند العلم بوجود السحرة يجب تبليغ الجهات المسؤولة عنهم لمنعهم من مزاولة أعمالهم ومعاقبتهم. ختاما عزيز الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه تعريف السحر لغة وشرعا، وعرفنا حكم إتيان السحرة والاتصال عليهم، وعرفنا علاقة السحر بالشرك، وعرفنا حكم السحر والساحر. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.